خراب. اوه فزازني والله. الو ايليش ايليش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم شباب؟ إن شاء الله بخير وياكم علي العراقي. اليوم عندنا الحلقة الثالثة من لعبة فاست مغامرات فاست. طبعا صار لي ساعة دا أصور، تصدقوني صار لي ساعة دا أصور على الحلقة ويفشل المقطع، لو يفصل عندي مرتين فصل، يعني أنا ودا أمشي وألعب يفصل عندي مرتين، لو فيديو صورت كامل 20 دقيقة أحكي بسيرفر تركي وياهم بالأخير يطلع الفيديو ما بيصوت، مشكلة بالشات الصوير، راد لي سماعات خاصة بس ما أعرف شنو هاي السماعات. المهم راح ادخل سيرفر ونقعد نسولف بيه، خلينا نشوف البرت. البرت 4 إلى 20، خلينا نشوف شنو هذا السيرفر. يلا اوكي، سيرفر حلو ما بيلاق. حلو خلينا نحضر الاي كي. اي كي هاي هي الكي. طبعا خيارات الجرافيك، اذا جهازك قوي شغل هاي بالنص تريد تسويها هاي فيري هاي بكيفك، واذا جهازك ضعيف لا شغل هاي بالنص. خل احضر ملاعب العيد مالاتي، القناص، الجوز، الطلقات، اللحام، ما شنو عندي، مسدسات 3. طبعا اللاعب الجديد اول ما ينزل راح ينزل هنا بهذا المكان بالضبط، ومنها البحيرة والكوه. خلينا نشوف هذا مغامرات فاست في سيرفر البرت، ما شو اسمه هذا، خلينا نشوف. طبعا هسه دا اسجل ما حد ما راح يسمعني، اذا هم يحكون وياي اسمعهم بس انا ما راح يسمعوني من احكي وياهم، راح اقول لهم هلو، ما حد راح يسمعني. طبعا لعبة خطر، هي اسمها سيفايرفال، يعني النجاة او النجاة من الموت، يعني هيك شيء. خلينا نشوف شاكوشنا الحبيب، تراي غزال، حاول اخذها، حاول اخذها على السريع، تفيدني اللحم يفيد بالطريق، هو طاقتي قليلة. همزين جيبه، 1 2 3 4، افلت بس لا يجينا واحد. خلي اكل واحضر اللحم الاخ فوق. اوكي فمثل ما قلت بالبداية، هناك فوق تطلع تنزل على اليمين تلقي هذا الكوخ والبحيرة. خلنا ناخذ مغامرة سريعة. اوه ذولاك اثنين هناك، يمكن لو واحد واحد هذي. خلي اروح يمهم، طبعا اكل بيه هواي هذا المكان، ما راح اقاتلهم بس اذا هم قاموا يضربون بي راح انتلهم، راح انتلهم بالايكي. انت فريش ريشهم شعرهم مين. بس خلينا نشوف، خلينا نأمن اللعبة خطرة خطرة مثل ما قلت لكم. هذا البيت ما بي أحد، قاعد يلم حديد هذا. لا تخاف بويا لا تخاف، هاي غزال جيب جيب على السريع، ما طرمك أحد. خراب اوه فززني والله. هلو ليش ليش خرب، انا ما عندي طلقات. واي واي اوكي اوكي هذا اول واحد قتلناه، ما اعرف ليش هجم علي. خلي اخذ الحديد منه واللحم، سوري كيد. خلاص ما اعرف ليش هجم علي، والله ما اعرف، يعني هيجي قلت لكم انا ما اقتل احد. اوكي شباب هاي هي البحيرة والكوخ هذا، ماك احد بس هذا هجم علي ما اعرف ليش، غبي لانه غبي. خلف ليت لان ذاك القناص واقف هناك احتمال دا يصيد، شلون انا وقفت هناك ذيك مرة قاعد اصيد بيهم. تعرفون الكوخ تطبون هاي البحيرة تطلعون قبال، بعدين اروح على البيت الثاني هناك، بس لا يفصل لاق ماك شي. حرامات هيجي تهجم علي هنا خطرة، طبعا هنا الساحة كلش خطرة شباب، يعني هنا منطقة الموت نسميها احنا، منطقة الانتحار. هنا حديد، هذا واحد، لا لا عبالي واحد هناك اكو الشجر مرات ابو علي اقول هذا واحد لابس هدوم هناك واقف ماك احد.
هنا اخر شيء متت مرتين ثلاثة، بعدين رجعت هدومي بدون درع طبعا الثاني. هذا شنو هي غزال الطاقة الصفراء؟ اذا ما لابس درع هسه بس يضربوني طلقات الطاقة الخضراء قبل تنزل، بينما لو البس درع الطاقة الصفراء راح تعيشني، تصير هي الطاقة الاولى وبعدين الطاقة الخضراء الثانوية. عندي مجال خلاها اكل. اوكي حديد عندي ما اريد، شكرا. طبعا عندي رشاشة جوز القناص وعندي مسدس همين، بس همشي لايكي. اوكي بعد ما خلصنا البحيرة راح تيجي هنا بهذا المكان الخطر، يعني دائما تشيتون هنا المسلحين. تروح يمنى مو تخلص البحيرة، تيجي تصعد تروح يمنى. شوف ماكو احد يلحقني، طالع هنا خطرة ماكو احد. خلي اروح على اليمنى، تخلص البحيرة تصعد تروح يمين. ما اريد لا غزال ولا حديد، بس اهم شي ماكو احد يلحقني. افلت لا 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 لا، عبالي فصلت. من صار عندك لاج الفريمات تصير اثنين ابتدت تلعب، يعني واحد دخل السيرفر او طلع من السيرفر. انا ما اعرف ليش ذاك تهجم علي، ما اعرف، بس هو كان ما يسمعني. اذا احكي يا قلت لكم برنامج التصوير ما راح يسمعني ابد، برنامج التصوير من تحكي واحد ما راح يسمعك ابد. واذا تصور وقام يسمعك يعني الفيديو مالتك يا اخي عطل خرب، ما راح يشتغل او ما يطلع صوت بالفيديو ابد. شوف ماك احد هنا، بس قبل نص ساعة والله صورت حلقة حلوة 20 دقيقة بسيرفر تركي صار بيه هواي لاعبين وكلهم صاريخ، بس واحد مدرع كتلته واخذت شغلاته وطيته الواحد، بس فصلت اللعبة والتصوير طلع فاشوشي ما بي صوت. هذا البيت الثاني اعتقد ما بي احد. اوه ذاك مدرع، اوه شلون صيده هذا سكين. دول دا يتعاركون، تقال المدرع ما عنده طلقات. هنا هذا البيت شباب هو الخطر، بس خاف يجيني واحد منه والله خايف، انا كلش خايف صراحة اللعبة تخوف. اوكي هنا خش صيدة اذا اقدر اقتلهم. بعيدين، خل احضر لي طلقات شوية. ها عندي طلقات هنا، جيد. روح روح ابو حسين روح لك روح. اذا هذا المدرع دا يخلي هذا المسلخ العادي دا يقتله يعني ما عنده طلقات، افتراضي. وين هو؟ مرات يسوون كمين فخ يتحارشون مثلا قدامهم الناس، ومن يجي واحد يمهم شيتون عليه كلهم وقتلوه. خلينا نشوفهم كحد وين راح. والله المراقبة بالقناص احسن لي طبعا، تورطت. هذا البيت يقوم بي اي كي دروع شباب، صوت واحد دا يسحب، صوت واحد سحب. اوكي حصير مواجهة بالقناص، ابعدكم. ليش مرة واجهت واحد هنا بالقناص هو شايل اي كي. خلنا نهرب شوي ونتحضر لهذا. جيب القناص جيب القن لك جيب القناص، ماكو احد. ما اعرف هذا وين راح، هذاك هو اللي يبقى علي. واحد اثنين مات. روح يا طماطمات كهرباء مثل ما تسمعون نيو بيسطيط. اوكي خروا على هذا قتلناهم. طال لابس درع طلقتين مات بالقناص، اهم شي البيت ما بيحط. طبعا هنا هذا كان ميت، يمكن هو اخذ غراضه.
خل اروح فيديو بسيط عن لعبة فاست مغامرات كتلنا واحد مدرع. ليتس جو. هلا حبيب. اوه ايش قد انت هذا خرب مني. خلاك اللحم فرغنا مجال يجي ياخذهن. اوه واي عندي حديد طلقات. فرغ الحديد. شد شد بويا شد. هنا تلقون من هاي الاكياس هنا شباب وهواي شغلات. هذا ايش قد عندي خرب مني. خايف لي يطلع لي قناص من فوق عدته اللي يقتلني بطلقتين. والله خايف انا كلش هواي هواي عندي ما اعرف. هاي الدرع سرق. وين الدرع؟ هذا الدرع يمكن هذا الدرع. هو ما عندي مجال الم. خلوه اوقف هنا واتحضر. خلاه كل لحم لان ما اقدر اشيل. اوكي كتلنا واحد بسهولة. خلينا نشوف هذا شنو جيبه. سيطلع قمصرة. قمصرة سوداء. شو اسوي عندي؟ لك البس البس الباردة باردة البس. وين الدرع؟ هذا بوتس. هذا هذا شنو هذا؟ يمكن هذا الروسي. لا والله ميلي. هذا بطلون ما اريد اش اسخن بيه. لك البس باردة باردة. لك البس لك البطلون راح. بطلون راح لك. لا لك يا مسدس بطلوني راح. مش كده عيب. جاك ماكس مش شنو هذا. هذا البطلون رجع رجع. اريد الدرع لاني ما حيوان. يمكن هذا اي هذا بطلون. هذا شنو هذا بطلون خرب لنا. هنشوف ماك احد. شو انت هذا هذا وين هو تيهت. يمكن هذا عم قمصلي. هذا حذاء البوتس. هاي الرشاشة الصغيرة. وهذا الدرع يمكن يمكن هذا الدرع. ايوه اخيرا الدرع. خلصنا الدرع. ها هي صرنا مدرعين. طبعا هو شغلات هنا. هذا شمار. هذا مسدس ما احتاج عندي. اتمنى عجبتكم شباب الحلقة. وهذا هاي هذا القناع الهالوين عندي هو شغلات. هذا طبعا يجي هسه يصعد هنا راح يلقى هو شغلات راح يستفاد منها. اذا اللي هنا نهاية الفيديو شباب هذا البيت يقوم بيه الاي كي والملابس. اتمنى عجبتكم هاي الحلقة البسيطة من فاست مغامرات فاست. طبعا هسه اللي حيجي فوق راح يلقي جائزة كلش كبيرة لان الملابس فوق هواية واسلحة عامين. اذا اللي هنا نهاية المقطع ونشوفكم في حلقة ثانية. هنا طبعا المسدس ابو البكر عامين. هنا تلقي شغلات هنا جوا البيت. بس هذا حلو من صدته بالقناص. طب اني ماهر بالقناص. ماهر انا اجيبكم بالقناص. اوكي تحياتي. اذا اللي هنا نهاية الفيديو شباب. كان معكم علي العراقي. تحياتي.